السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ جريد 5، يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل اقوى مراجعة على يونيت 9. يونيت 9 assessment، او هناخدها من كتاب المعاصر، مراجعة جميلة جدا شاملة كل اليونيت. يلا بينا نبدأ جريد 4 جريد 5. بس قبل ما نبدأ يلا افكركم تعملوا لايك، تعملوا شير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة. يلا بينا جريد 5. هقول لكم بيج كتاب المعاصر، المين بوك، بيج 132. يلا بينا. نمبر 1 over 6 divides 3. 1 over 6 by 3. طبعا واحدة زي كده انا بقول عليها ايه؟ 1 over 6. اشقلب الديفيجن اخليها تايمز، كمان اشقلب ل 3 اخليها ثيرد. هتبقى الانسر عندي 1 تايمز 1 equal 1، 3 تايمز 6 equal 18. طبعا دي ما ينفعش ان انا اعمل لهم سبتراكشن عشان هما نوت لايك، يبقى لازم اجيب ليهم ال LCM او اعملهم الفراشه اللي يريحوا. يلا انا هعملهم الفراشه وبعد كده هنجيبهم بالطريقه بتاعت الكتاب. الفراشه هقول 6 تايمز 9 equal 54، بعد كده 9 times 1 equal 9، 6 minus 1 equal 6، وما تنساش الساين أو الإشارة اللي عندك إن نيجاتيف أو السبتراكشن. هقول 9 minus 6 equal كام؟ equal 3 over 54. تمام؟ تمام. طب يلا بينا، أنا عندي 1 over 18 و 3 over 54. أنا عايز أعرف مين فيهم المور ذان. انا ممكن برضو نفس الحكايه ان انا استعمل معاهم المقص او استعمل معاهم طريقه الفراشه. اعمل كده واعمل كده. 18 times 3، 3 times 8 equal 24، 4 carry up 2، 3 times 1 equal 3 plus 2 equal 5، و54 times 1 equal 54. ايه ده يا مس؟ ده طلعوا r equal. R equal ليه؟ انك انت 3 divided 54 او 3 over 54 انت تقدر تعمل لها simplest. هتقسم 4 3 by 3 equal 1، 54 divided by 3 equal 80. يبقى الانسر عندي number C R equal. طب تعالوا بقى نشوف الناس اللي عايزة ما تمشيش بطريقة الفراشة وعايزة تمشي بطريقة الكتاب وعايزة تطلع 1 minus 6 minus 1 over 9. الناس دي هتعمل ايه؟ هتيجي تجيب ال LCM لل 6 وال LCM لل 9. 6 equal 2 times 3، 9 equal 3 times 3. هاخد 2، هاخد واحدة 3، وهاخد ال 3 التاني. 3 times 3 6، sorry 3 times 3 9، 9 times 2 equal 18. وبعد كده يا مس هحط بدل ال 6 دي هحطها 18 minus 9 18. طب واسأل نفسي ال 6 ازاي بقيت 18؟ عملت لها تايمز مع 3، اعمل فوق تايمز مع 3، 1 times 3 equals 3. 9 ازاي بقيت تايمز مع 18؟ يبقى عملت لها تايمز مع 2، اعمل فوق تايمز مع 2، 1 times 2 equals 2. بس كده عندي like denominator، اخد واحدة 18، 3 minus 2 equals 1. فبقى عندي هنا بقى 1 over 18، 1 over 18 r equal. عايز تمشي بالطريقة دي امشي، عايز تمشي بالطريقة بتاعة ال LCM براحتك. طب تعالوا بقى لنمبر B. نمبر B بتقول لي 2 and 3 over 4 times not equal 1، وجايب لي إجابات كتير. طب انت في اللحظة دي انت ممكن تحول الميكسد نمبر ده لإمبروبر. أحوله ازاي؟ نمشي كده تايمز، نرجع كده بلس. 4 times 2 equal 8، 8 plus 3 equal 11، 11 over 4 times النقط equal 1. امتى بقى ده يديني 1؟ آه صح، ده امتى ده يديني 1؟ لما يبقى عندي 4 فوق ويبقى عندي 11 تحت. ليه؟ اقسم divided by 4 divided by 4، 11 by 11، 11 by 11، يبقى تفضل عندي كام؟ 1. يبقى انا هاخد اي answers 4 over 11. نمبر A. نمبر C. نمبر C بتتكلم عن distribution او ازاي انا بعمل distribution.
انا عندي هنا الفور عملت لها ديستريبيوشن ما بين التو وما بين التو اند سيفن، يبقى انا عندي الفور وعملت لها تايمز ما بين التو اند تو اوفر سيفن. عرفت ازاي يا مس؟ قلت 4 تايمز 2 وكمان بلس 4 تايمز 2 اوفر 7. كمان انا عندي ال 4 دي معاها حد تاني عملت له ديستريبيوشن ما بين ال 2 وال 2 اوفر 7 اللي هو مين؟ السائد. يبقى انا ده انا فكيته عباره عن مين؟ ادي اول حاجه ادي الانصر. لو انا عايزه افكه هفك ال 4 هي عباره عن 4 بلس 3 بلس انا عندي كمان تايمز انا عندي كمان 2 بلس 2 اوفر 7. هفك ال 4 تايمز 2 اهي 4 تايمز 2 اوفر 7 اهي مين كمان بلس كمان ثيرد تايمز 2 اهي ثيرد تايمز 2 اوفر 7 اه. يبقى انا كده عملت ايه ديستريبيوشن نمبر دي. انا اخدت في الليسونز ان 24 25 هندردز انا ممكن اكتبها كده 25 over 100 times 6 over 7 وممكن كمان اكتبها equal false equal كام false. الطريقه دي معاك والطريقه دي معاك انا حافظينها ان 25 hundredths equal false. اعمل بقى simplest 4 divided 2 equal 2 6 divided 2 equals 3 يبقى الانسر اللي عندي 3 times 1 equals 3 7 times 2 equals 14 يبقى الانسر عندي نمبر C. E the opposite model. تعال اقول لك ممكن تعرفه ازاي. انت هتعد كده الكولومن ادي 1 2 3 4 5 6 7 اخدت من ال 7 دول كام؟ اخدت 6 يبقى انت اخدت 6 over كام؟ 6 over 7 times. تعالى بقى نعد بالعرض او نعد الرو الخط ده السطر ده بقى. تعالى نعد كده بقى 1 2 3 4 5 لون كام ريد ريد كولر. تعالى نشوف لون 3 3 من كام؟ من 5. يبقى انا بعد كولومن واشوف هو اخد كام من الكولوم اخد 6 اوفر 7. بعد كده برجع اعد رو وبشوف هو اخد كام من الرو اخد 3 over 5 يبقى انا بدور على 6 over 7 times 3 over 5 اللي هي number f 2 and 2 third times 3 over 5. اسهل حاجة احول ده للإمبروبر امشي كده times امشي كده plus 3 times 2 equal 6 plus 2 equal 8 over 3 times 3 over 5. هل ما بينهم حاجة ممكن اعمل لها simplest؟ 3 divided 3 equal 1 3 divided 3 equal 1 اتبقى عندك 4 8 times 1 equal 1 5 times 1 equal 5. طب مس ده improper انا لازم احوله. عندك طريقة اللونج ديفيجن وعندك الطريقة دي اللي هنشرحها. ال 8 جواها كام 5 جواها كام فيها 5 واحدة ويزيد عندي كام 3 over 5 5 divided 5 equal 1 واتبقى عندك 3 over 5 يبقى الانسر بتاعتي number B 1 and 3 over 5. number 7 شقلب وقلب. يعني ايه شقلب وقلب؟ شقلب الديفيجن خليها تايمز واقلب الدنوميريتور خليه نوميريتور والنوميريتور خليه دنوميريتور. ال 1 يبقى دنوميريتور وال 2 تبقى في النوميريتور. 2 تايمز 7 equal 14 divided 1 يبقى الانسر عندي 14 equal 15 يبقى أي number أعمله times مع 8 يديني 56 يبقى أكيد number 7. number B بتقول if 9 divided k equal 126 then k equal كذا. لما يبقى عندي unknown أو حاجة غير معروفة أو symbol رقم أو الـ k ده أجيبه إزاي؟ بقول إن هو عبارة عن 126 divided 9 126 divided 9. تعالوا بقى نعمل 126 divided 9 126 divided 9 1 times 9 equal 9 minus بقى عندك 3 bring down 6 36 divided 9 equal 4 4 times 9 equal 36 minus يبقى equal 0 يبقى الكي عندي بقى
equal كام؟ مش equal 14، هما الـ equal كام يا مس؟ equal 1 over 14. 1 over ايه؟ 14. ليه؟ لو انا عملت 9 divided 14 مش هيطلع ابدا عندي 126. امال انا هعمل ايه؟ 9 divided 1 over 1 over 14. ليه بقى؟ علشان لما انا اشقلب الديفيجن تبقى الديفيجن تبقى تايمز، اشقلب ال 1 over 14 تبقى كام؟ 14، يبقى انا يديني 9 تايمز 14 اللي هي 126. نمبر سي، 3 over 5 minus 5 over 8 equal كام؟ طب الاول هات الناتج ده، ال 4 دي ممكن توصل لل 8 عن طريق ان انا اعمل لها تايمز مع 2 تحت واعمل لها تايمز مع 2 فوق. 3 times 2 equal 6 over 8 minus 5 over 8. يبقى الناتج عندي اخد واحدة 8، 6 minus 5 equal 1. انا عايزة اخلي ال 1 over 8 دي equal numbers هنا divided 4. طب اوكي مش مشكلة، ال divided 4 دي ممكن اشقلبها وال 4 دي ممكن اشقلبها تبقى 1 over 4. طب ايه اللي اعمله times مع الرقم ده؟ يديني 1 over 8 أكيد half. ليه؟ 2 times 4 equal كام؟ يبقى حط هنا كام؟ half. يلا بينا نكمل. نمبر دي 25 divided 6 equal 25 over 6. ممكن أكتبها بالطريقة دي. طب تعالوا نعمل ده improper. 2 times 2 4 4 plus 1 5 over x 5 over x. عملت ده improper. طب وبعدين times بقى 1 times 3، أنا عندي الـ 3 أهي. 3 times 1 equals 3 بلس كام؟ يديني حاجة أعمل لها مع 5 times 25 أكيد times 5. 3 هنا في 2، هنا في 2، فـ 3 times 2 6 و 5 times 5 equal كام؟ 25. طب أنا جيت قلت 3 times 1 equals 3 بلس كام يديني الـ 5 دي؟ أكيد بلس 2. نمبر إيه؟ دي بتعتمد على السمبلست وانك تبقى مركز شوية علشان تشوف ايه اللي متبقي معك. تعالوا نمشيها واحدة واحدة. ادي عندي 2 ممكن امشيها مع 2 اللي فوق. انا عندي 3 ممكن تمشي مع ال 3 وال 4 مع ال 4 وال 5 مع ال 5 وال 6 مع ال 6، واحدة فوق وواحدة تحت. اتبقى عندي في النوميريتور 1 وفي الدنوميريتور 7 فبكتبه. يقول لي f third divided m equal 1 over 12 then m equal. خلاص احنا اتفقنا لما بيكون عندي كي كده باخد الناتج divided الdivisors، فيبقى عندي 1 over 12 divided عندي مين؟ الثيرد. طب انا عايزة اعملها فبقول m بتساوي 1 over 12 شقلب الdivision تبقى times شقلب الثيرد تبقى 3. 3 divided 3 فيها 1، 12 divided 3 فيها 4، يبقى الإجابة عندي فورس. الإجابة عندي كام؟ بس خدوا بالكم هنا عملت إيه بقى؟ أنا لما كان عندي الكي طلعتها ب 14 فشقلبتها زي ما شقلبت شقلب بقى. يبقى الإم هنا عندي بكام؟ الإم عندي شقلب الفورس، يبقى الإم عندك بكام؟ ب 4. يلا بينا نكمل. نمبر جي 3 division 5 هيبقى 3 وشقلب الديفيجن تبقى تايمز وشقلب الفيفس تبقى 5 هتبقى 15. نمبر h لازم تحول دي الامبروبر. تعالوا نسيب دي زي ما هي اهي. 2 over 5 times 2 times 2 equal 4، 4 plus 1 equal 5 over 2. 2 تمشي مع 2. 5 choose the correct answer. لازم نشوف الاول، حل المسألة الاول. تعالوا بقى هنعمل ايه؟ نفس الحكاية، بصوا من غير انا ما اعملها دي مش محتاجة. ليه؟ انا عندي 7 over 7 ودي 7 over 7، انا بعمل دي تايمز وكمان عندي امبروبر، يبقى كده كده اكبر من مور ذان 1، فاكيد الانسرز عندي هيبقى ايه؟ هيبقى مور ذان. ودي مساله على ليسون نمبر 2، والليسون ده ملغي او غير مقرر علينا، بس احنا ممكن نفهمها. ده فراكشن امبروبر فده مور ذان 1، اي رقم بعمله مور ذان 1 اكيد هيبقى كبير عن الرقم الاصلي. نمبر بي اف 6 over 23 times a equal الرقم ده. تعالوا الأول نشوف الرقم ده ممكن يطلع لنا ايه. الرقم ده أنا هاخد واحدة من تحت 23
وهقول 6 بلس 6 إيكوال كام بقى؟ 6 بلس 6 إيكوال 12، 12 بلس 3 إيكوال 15. أنا عندي الـ 23 تحت أهي، عندي 6 بقى أهي، تايمز كام يديني 15؟ تايمز كام؟ 6 دي تايمز مع كام تديني 15؟ هل تايمز مع 2؟ لا. هل تايمز 6 تايمز 3؟ برضو لا، تديني 18. يبقى تفضل عندي 1 and half، وتفضل عندي 2 and half. طب تعالوا نشوف 2 times 2 equal 4، 4 plus 1 equal 5 over 2، دي 2 times 1 equal 2 plus 1 3 over 2. تعالوا بقى نشوف 6 over 23، لو أخدت الـ A دي بـ 3 over 2، 2 divided 2 equal 1، 6 divided 2 equal 3، يبقى تبقى عندي 3 times 3 9 على 23. لا، هي مش طالعة 9 على 23، ده طالعة 15 على 23، يبقى هاخد 5 over 2. تعالوا كمان 6 over 23 times 5 over 2، 2 divided 2 1، 6 divided 2 3، 3 times 5 15 على 23، يبقى دي الانسر اللي انا بدور عليه. Number C، if 6 divided h equals 30 then h equal، احنا قلنا ال h بنقول h equal 30 divided 6، 30 divided 6 equal 5. طب هل انا باخد ال 5 ولا ال 5؟ لا، بنشقلب. نشقلب، ولما نشقلب تبقى ال 5 ال 5 تبقى ايه؟ 5. يبقى نمبر سي هتاخد بقى. تعالوا بينا نكمل، 3 times 1 over 3، 3 4 3 تحت، يبقى الانسر عندي 1، أو 3 times 1 equals 3 على 3 يتفضل 1. 3 divided 1 over 3، 3 اقلب divided times شقلب 1 over 3 تبقى 3، يبقى دي 9، يبقى دي مرزقة. 1 and 3 times 1 and 4 equal، بالراحة كده واعملها improper، 3 times 1 equals 3 plus 1 equals 4 over 3 times 4 times 1 equal 4 plus 1 equal 5 over 4. عندك 4 مع 4 اتبقى عندك 5 over 3. 5 over 3 improper، حولها بقى 3 plus 2 على 3. 3 divided 3 فيها 1 اتبقى عندي 2 over 3، يبقى 1 and 2 sad. Number F، 1 over 7 times M equal 1 over 21 then M equal كام؟ خدوا بالكم المسألة دي عكس المسألة دي، دي division ودي times، فبنقول ال M equal 1 over 21 divided 1 over 7، فبنقول 1 over 21 شقلب divided لها times 1 over 7 شقلبها تبقى 7، يبقى 7 على 7 يبقى الإجابة عندي 7. نمبر G بقى grade 5، نمبر جي انا ممكن اعمل لها سمبلست، 7 divided 7 فيها 1، 21 divided 7 فيها 3، باخد واحدة فوق وواحدة تحت، لازم يكونوا في نفس التيبل، 3 divided 3 فيها 1، 3 divided 3 فيها 1، اتبقى عندي 2 times 5 equal 10. Question number 4، answer the following. Number A، بنوتة جميلة اسمها ساندي eats a third of a piece of bread، يعني لو أنا عندي قطعة من الخبز هي بتاكل الثيرد بتاعها. أنا عندي لو a piece واحدة كده قسمتها على الـ 3 هي بتاكل الثيرد بتاعها. طب of each day for breakfast، if the loaf of bread contain 9 pieces، لو أنا عندي 9 9 pieces، كل pieces متقسمة على ثيرد، هي بتاكل في اليوم الواحد في breakfast 1/3. How many days of breakfast will the loaf of bread provide؟ كم يوم اللوف ده أو البريد ده هيمدها؟ عادي يا مس، من عندي 9 pieces، كل 9 يا مس
متقسمة، أو كل واحدة فيهم divided by third، كل واحدة منهم divided by third، فنقدر أطلعها أقول 9 times 3 اللي هو equal to 27. شقلبت ال division خليتها times، شقلبت ال third خليته 3، فبيجي 27. أنا ممكن أجيبها من طريقة تانية من الرسمة. أنا عندي 1 piece، القطعة الواحدة عندي 9 من ال pieces، كل piece متقسمة 3، يبقى 9 times 3 equal to 27. Number B، بنوتة اسمها مريم is reading a chapter book she can usually read، هي بتقرأ ده من ال pages in 1 hour، if she plans to read for 2 hours، لو هي قررت بقى ان هي تقرأ 2 hours and 14 minutes، 15 minutes. طبعا احنا عارفين ال 15 minutes هي 4s، فانا ممكن اكتب 2 and 15 minutes، اكتبها 2 and 4s. اوكي، how many pages will she read، طبعا هاخد دي اعمل لها times مع عدد البيجز واكملها بقى. 2 times 4 equal 8، 8 plus 1 equal 9 over 4 times 3 times 7 equal 21 plus 1 22 over 3. 3 divided 3 فيها 1، 9 divided 3 فيها 3، 4 divided 2 فيها 2، 22 divided 2 فيها 11. يبقى الإجابة هتبقى عبارة عن 11 times 3 33 divided تحت في 2. اوعى تنسى 33 divided كام؟ 33 divided 2. ينفع كده؟ لا، انا لازم اخلصها. ال 33 دي او 33 divided 2 هي عبارة عن 32 plus 1 over 2. طب 32 over 2 equals 16، وتبقى عندي 1 over 2 اللي هو half. يبقى teachers want to give 1 over 4 of a box pencil to each student، يعني التيتشرز ده عنده بنسل، علبة من الأقلام الرصاص، عايز يدي الفرص بتاع الأقلام، الربع بتاع الأقلام ل 6 boxes، وعنده 6 boxes of pencil to how many students will be able to give pencil، كم طالب هيقدر يديهم؟ هقول له هي عبارة عن 4 divided 6 ال 6 اللي عندي هقسمهم by 4 اللي أنا ممكن أقولها 6 أشقلب division تبقى times، وال 4 أشقلبها تبقى 4، يبقى أنا هقدر أدي 24 students. طب تعالوا بقى write the result وهاتها في simplest form. أول واحدة 3 over 5 times 1 and 5th، 1 and 5th هكتبها 15 over 10. أعمل simplest، 5 و 15 موجودين في نفس التيبل، يبقى 5 divided 5 1، 15 divided 5 equals 3، 3 times 3 equals 9 over 10، يبقى الإجابة بتاعتي 9 over 10. تعالوا نروح number 2، 5th اقلب وشقلب، ال division تبقى times، ال 4 تبقى 4th، يبقى 1 times 1 equal 1، 4 times 5 equal 20، يبقى 1 over 20. تعالوا بقى نعمل دي الامبروبر، 2 times 2 4 plus 1 5 over 2 times 5 times 4 equal 20 و 2 22 over 5، 5 division 5 1، 5 division 5 1، 2 division 2 1، 22 division 2 equal 11، يبقى number 3 equal 11. تعالوا بقى نشوف number 4، 3 شقلب وقلب ال 11 الديفيجن تبقى times، ال 1 over 8 شقلبها تبقى 8 هتبقى 24. وبكده grade 5 نكون خلصنا مراجعة جميلة جدا من كتاب المعاصر على unit 2، سوري على unit 9. ان شاء الله المرة الجاية في الفيديو الجاي هناخد سيم نمبر 5 unit 10، برضو نفس الحكاية هنعمل مراجعة جميلة عليه. يلا اسيبكم، باي باي، مع السلامة.